السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن الـ small and large intestine. بداية راح نبلش في development or congenital anomalies، بعدين راح نحكي عن inflammatory disease ولا tumors. آخر شيء الـ inflammatory disease ولا tumors اللي عم بيصيروا بـ small and large intestine بس affected both، مشان هيك دائما بنحكيهم مع بعض أو بنشرح عنهم سوا. بداية نحكي عن الأتريزيا. الأتريزيا هي عبارة عن complete obstruction أو failure في اليومن للإنتستين. أكتر مثال مشهور اللي هو الإمبرفوريتد أينس. إمبرفوريتد أينس معناتها إنه الأينس مسكرة تماماً، وهي أحد الفحوصات المهمة اللي لازم تنعمل للبيبي أو المينولد، إنهم يشوفوا إنه الأينس المفروض إنها تكون full opening. أما بالنسبة للستينوسيس هي عبارة عن narrowing اليومن، يعني incomplete obstruction. وأكتر مثال أو أشهر مثال عليها اللي هو الدوادينال أتريزيا. بالنسبة للدوبليكيشن هو عبارة عن circular or tube or cyst structure من هذا الانتستين، هو عبارة عن جزء من الانتستين عم بيطلع بيصير له بروترود على شكل circular على شكل tubule على شكل cyst، بيطلع يا إما بيكون عامل continuous مع small intestine أو خارج عنها. دوبليكيشن يعني إشي مضاعف، إشي زيادة. طيب بالنسبة للأنفلوسيل أو الغاستروسيسيس، هدول التنين بيشبهوا بعض، لكن الفكرة إنه الأنفلوسيل أنفلو يعني من الأمبريكلز، وسيل أو سيل معناها اللي هي الساك أو الكيس، فهو عبارة عن سمول انتستين طالع من منطقة الأمبليكل أو الأمبليكس، بس مش طالع لحاله، حوالينه ساك. بالغاستروسيسيس إنه أي إشي بيطلع من الأبدومينال وول، abdominal content، من ضمنهم الانتستينز إذا طلعوا من هذا الابدومينال وول، لكن without any sac without any peritoneum covering، بالتالي بسميها gastrocysts. نحكي عن ميكل diverticulum. ميكل diverticulum هي the most common anomaly in the GI tract. okay، هي أكثر وحدة انتشارا. ميكل diverticulum بالنسبة للميكانيزم تبعيتها، إنه أنا في عندي إشي اسمه أنفالوميزنتريك داكت. هلأ هاي الأنفالوميزنتريك داكت هي عبارة عن داكت بتوصل ما بين الأنفالو، يعني ما بين الأمبليكلز ما بين الانتستين، فهاي شو أهميتها؟ بتكون موجودة بالأمبريولوجيكال بيريود، مهمة جدا للفيتس. لكن الفكرة إنه بعد ما ينولد المفروض إنها هاي الداكت تسكر. في عنا ثلاث حالات إذا ما سكرت، في حال لو ضلت فاتحة ما بين الأمبليكلز وما بين الانتستين، وبالتالي رح يصير في عنا إشي اسمه فيستولا. الفيستولا هي عبارة عن opening between two tubes ما بين الأمبليكلز وما بين الانتستين، وهذا الإشي رح ينتج منه إنه الستولز تطلع من الأمبليكلز. الاحتمال الثاني إذا ظلت فاتحة إنها تكون distal opening، يعني عن جهة الأمبليكلز تضلها فاتحة بس، في هاي الحالة حتعمل فتحة بالأمبليكلز. أما إذا ظلت فاتحة من البروكسيمال بورت اللي هو من جهة الانتستين، فرح تعمل إشي اسمه الميكل دايفرتيكولوم. دايفرتيكولوم إيش معناتها؟ معناتها إنه في عندي طريق غير نافذ، يعني طريق ما إله، يعني مسكر، مفيش إله two opening، إله one opening just. لما نحكي دايفرتيكولوم يعني في عنا فولس وفي عنا ترو. الميكل دايفرتيكولوم يصنف بأنه ترو. شو يعني ترو؟ يعني إنه هو بيتضمن الثري لايرز، الميكوزا والسبميكوزا والماسكولارز بروبريا، كلياتهم عم بيصير لهم دايفرتيكولوم. اوكي، هلا هذا دايفرتيكولوم او الميكل دايفرتيكولوم هو عباره مرض من احنا بنحكي له رولز اوف تو. شو يعني رولز اوف تو؟ رولز اوف تو يعني انه هو عم بيصير 2% من البيرث طوله 2 انش، وعم بيبعد عن الاليو سيكال فالف ب 2 فيت او 80 سنتيمتر. والاليو سيكال فالف هي نقطه التقاء الاليوم مع السيكم، في عنا opening وهاي opening بتحكم فيها الفالف. بشكل عام ميكل دايفرتيكولوم asymptomatic patients، لكن متى بتصير symptomatic؟ لما بيكون في عنا bacterial overgrowth، وهاي البكتيريا يعني حطمت لنا الإيليام، لأنه الميكل دايفرتيكولوم بيصير particularly في الإيليام، حطمت لنا الإيليام وهو مكان اللي بيتم فيه امتصاص الفيتامين B12، فبيقل عنا الفيتامين B12 وبيصير في عنا pernicious anemia، كأنه pernicious anemia، فبيصير في عنا symptoms في هاي الحالة. هلأ في شي لازم نحكي عنه، إنه بالميكل دايفرتيكولوم في عنا يا إما pancreatic rest، وهذا الإشي نادر إنه يصير، أما أو بيكون في عنا gastric mucosa، يعني بيكون ال
الميوكوزا الموجودة بهذا الدايفرتيكولوم تشبه الموجودة بالستومك وبتشتغل نفس شغلها، فمشان هيك ممكن نتيجة زيادة إفراز الجاستريك أسيد تعمل لنا بيبتيك ألسريشن وممكن تنتهي ببليدينج وبيرفوريشن بالنهاية. هلا في مشان هيك هي بتشبه كتير الأكيوت أبندسايتس، فمشان هيك أول ما بشوف أعراض هاي الأعراض الألسريشن والبليدينج وهاي الأشياء، أول ما بشوفها أفكر أول شيء بالأكيوت أبندسايتس. إذا شفت بروح بفحص الأبندكس، إذا كانت الأبندكس ما فيها إشي بروح بفكر the second show the second يعني احتمال الثاني إنه يكون في عندي ميكال دايفرتيكولوم. وبهاي الصورة بتوضح لك كيف هذا الميكال دايفرتيكولوم طالع اللي هو من منطقة الإيليوم. الميل روتيشن إيش معناه؟ لما نحكي كلمة ميل يعني أب نورمال، هاي ميل معناها اب نورمال، والروتيشن معناتها عندي التفاف مو طبيعي. during the development of the bowel المفروض انه الابدومين تلتف بطريقة معينة. راح احط لكم لينك تحت افرجيكم كيف النورمال ابدومينال روتيشن كيف لازم يكون. بينتهي زي ما احنا بنعرف انه احنا على جهة الليفت سايد عندنا السيكم، وفي عندنا اعلى السيكم رابط مع الاسندين كولون، وهذا السيكم رابط من تحت من الأسفل مع أبندكس، وعلى الرايت سايد في عنا دوادنام وجيجنام وإيليوم تقريبا هذا على الرايت سايد. فاللي بيصير إنه ما إذا ما صار عنا الروتيشن بشكل صحيح ما رح تترتب هاي الأعضاء بهاي الطريقة، فالسيكم بدل ما هو يكون موجود على جهة الرايت لور رح يصير على جهة الليفت أبر، وهذا الإشي ممكن يعمل لي confusion بحالة الأبنديسايتس. المفروض إنه البين يكون على جهة الرايت سايد فرح يصير على جهة الليفت سايد. نحكي عن مرض الهيرشبرينج ديزيز الكونجينيتال ميجا كولون. في الحقيقة هو مرض كونجينيتال واكويرد at the same time but mostly congenital، مش هيك بيحكوا له كونجينيتال ميجا كولون. ميجا كولون معناها distension، نعم بيصير في الكولون فبيزيد حجمه ممكن يوصل ل 7 سنتيمتر ديامتر. هلا ما نحكي congenital راح نشوف شو هي الميكانيزم اللي عم بيصير فيها. قبل ما نحكي عن الميكانيزم لازم نعرف شو هي النورمال النورمال كونديشن. هلا النورمال كونديشن انه انا عندي ميوكوزا وعندي سب ميوكوزا وعندي ماسكولاريس بروبريا وعندي السيروزا. اوكي هلا الوضع الطبيعي انه في منطقة السب ميوكوزا تتكون عندي بلكسس، هاي البلكسس بسميها ميزناير سب ميوكوزا بلكسس، اهميتها تتحكم لي بالريجوليشن البلود فلو والسيكريشن والابزوربشن. وفي عندي بلكسس تانية عم تتكون بس هون ما بتتكون فيها نفسها الماسكولارز بروبريا، بتتكون من طبقتين من انر سيركولر من inner circular وبتتكون من outer longitudinal muscles. فbetween two layers في عنا plexus عم تتكون اسمها or pack mesenteric plexus. فإذا صار في عنا deficient فيها هي مسؤولة عن relaxation والmotility، فإذا ما كانت موجودة ما حيصير في عندي relaxation. فاللي بيصير في هذا المرض انه هدول الganglionic cells اللي بالسب ميوكوزا والماسكولارز بروبريا انهم بيصير لهم descends from the neural crest. فاذا ما صار في عنا descending ل level معين كل المنطقة الديستال اللي ما وصلها الganglion راح يتكون فيها هذا المرض. فهذا المرض عبارة عن خسران هاي الganglia. هذا الهيرشبرينج ديزيز حكينا هو كونجينيتال ميجا كولون. من كلمة ميجا كولون حط في بالك انه ميجا كولون حرف الام اذا بري دومينانت الميل. اوكي هلا هذا الدايفرتيكولوم ممكن يصاحبه انذر كونجينيتال اناموليز الهيدروسيفالس والفنتريكل سيبتال ديفكت والميكال دايفرتيكولوم. هلا زي ما حكينا هذا الحكي كله اعاده، في اشي لازم نحكي بالنسبه للجروس فيو تبع الكولون. رح تلاحظ انه في عندي بروكسيمال اريا تكون دايليتد وديستال اريا تكون كولابس. هاي البروكسيمال اريا دايليتد ممكن الوول تبعها يكون ثين ممكن يكون ثيك. ثن نتيجة الدايلاتيشن أي إشي عم بتوسعه أكيد الدايلاتيشن رح يؤدي للثنر وول، لكن متى بيصير ثكر؟ إذا صار في عندي كومبنساتوري هايبرتروفي. أما بالنسبة للديستال بارت فهو حيكون كولابس، ما وصله أي جانجليونيك سيلز. ممكن يصاحب هذا الميجا كولون ألسرز. ليش صارت هاي الألسرز؟ نتيجة إنه أنا ما عندي
ما عندي انا ما عندي يعني ريلاكسيشن، رح يصير في عندي اوبستراكشن. نتيجة انه عندي اوبستراكشن معناته رح يصير في عندي برولونج كونستيبيشن، وهذا الكونستيبيشن شو رح يعمل؟ رح ما رح يصير في عندنا يعني الاخراج، ما رح يصير في عندنا اخراج، فبالتالي رح يصير في عندنا انترليو من البريشر عالي. هذا البريشر شو رح يعمل لي؟ رح يعمل لي هاي الالسرز. هل هاي الالسرز ممكن انها في احتمال تصير كانسرز؟ The answer is no. بالنسبة للكلينيكال مانيفستيشن، فالكلينيكال مانيفستيشن يعني ديلي رح يصير فيها، ما حتظهر بشكل سريع، وإنما إذا صار في عنا كلينيكال مانيفستيشن، في حال لو صار رح يصير في عنا فوميتنج خلال 48 ل 72 ساعة من ظهور هاي المانيفستيشن. وبحكي لك إنه إذا كانت في الديستال سيجمنت اوف ذا ريكتوم، لأنها هي بتصير أكتر إشي في الريكتم وفي السيجمويد كمان، تمام؟ هي أكتر إشي في الريكتم وفي الديستل سيجمويد. فإذا صارت بالديستل بارت تبع الريكتم، فالمانيفستيشن رح تطول أكتر وأكتر. الإشي اللي بنخاف منه في هذا المرض إنه بيكون في عنا إشي اسمه انتيروكولايتس. الانتيروكولايتس إذا صار رح كثير يكون خطير. ليش؟ رح يعمل انه الفلويد والالكترولايت راح يصير لها ديستبرنسز، يعني بمعنى اخر انه الفلويد والالكترولايت راح يقلوا، راح يصير في عندي ديهايدريشن. ليش هذا الاشي خطير؟ لانه الانفنت ما بيتحمل الديهايدريشن، فراح يكون لايف ثريتنينج كيس. اوكي، هلا كيف بدي انا اعرف انه اذا عندك انت كونجنيتال ميجا كولون ولا لا؟ باخذ بايوبسي من الريكتوم، وتحديدا باخذ هاي البايوبسي من الميوكوزا ولا السب من السب ميوكوزا. ليه؟ لانه الجانجليا انا بدي اياها بهاي المنطقه. غير هيك انه اصلا الميوكوزا ما فيها جانجليريك سيلز، فباخذها من السب ميوكوزا وبفحص وبشوف اذا موجود الجانجليا ولا لا، تمام؟ بالنسبة للأكويرد ميكا كولون، أكويرد ميكا كولون إذا إشي غير خلقي من التشاكس ديزيز. التشاكس ديزيز هو عبارة عن مرض بيصير بسبب التريبنسوما. هاي التريبنسوما بتدمر هدول التو بلكسز اللي حكينا عنهم، الميسناير والأوربهاك بلكسز. نتيجة تدميرهم رح يصير في عنا ميجا كولون ويصير له ديستنشن. لكن في عنا حالات ما إلها علاقة بخسران للجانجليا أبدا، فقط بتعمل ديستنشن من دون ميورال جانجليا ديفيشنسي، اللي هي إنه يصير في عنا obstruction by tumor or inflammatory structure. والinflammatory structure رح نحكي عنها بالفيديو يعني الجاي إن شاء الله، هو عبارة عن Crohn's disease، أو ممكن يكون السبب toxic ميجا كولون، وهو أحد الكومبليكيشن للinflammatory bowel disease، برضو رح نحكي عنه، وهو inflammatory bowel disease يعني ulcerative colitis زائد chronic disease أو chronic disease، أو ممكن يكون psychosomatic disorders هو السبب. الفاسكولار ديسوردرز او الاسكيميك باول ديزيز، هلا بالاعتماد على الفيجوال او الفيجوالز رح تتاثر، رح يكون او نعرف مين هو السمول ولا اللارج انتستين اللي انفولد، تمام؟ فاحنا فيا اما بيكون الاسكيميا اللي صارت يا اما بتكون بلارج ارتريز او لارج ترانكس، او بتكون بالاند ارتريز. اذا كانت بالاند ارتريز فاذا الاسكيميا حتكون فيري سمول اند فوكال، بينما إذا كانت بالثري مارجن الثري ميجر سبلاي ترانكس اللي هم السيلياك والسوبيريور والإنفيريور ميزنتريك، في هاي الحالة الإنفاركشن رح يكون إكستنسيف والبروغنوسيس رح يكون فري باد. لكن بشكل عام أي إسكيميا بتصير بالبول ديزيز فهي جرادوال، ما بتصير فجأة. السبب لأنه أنا عندي إشي اسمه لاني انا عندي اشي اسمه انستوموسيس، وهاي الانستوموسيس جدا مفيده بحيث انها تعمل ريفلو للبلود. هلا الاسكيميا في او الانفاركشن له ثلاث انواع. النوع الاول انه يكون في عندي ميوكوزا الانفاركشن، يعني فقط الميوكوزا هي المتضررة، أو الميورال انفاركشن تكون الميوكوزا مع السب ميوكوزا، والترانس ميورال اللي هي the most dangerous one، واللي هي الميوكوزا مع السب ميوكوزا مع الماسكولارز بروبريا، كلهم يكونوا متأثرين. هلا في حالة الميورال والميوكوزا الريزلتس بتكون يعني البروجنوسيس بتكون أفضل من الترانز ميورال، الوضع بيكون أخف شوي. السبب لأنه بيكون السبب تبعها هو انه صار في عنا هايبوبرفيوجن، هايبوبرفيوجن يعني انه قل عنا للبلود فلو
تمام، او بصير في عندنا لوكال لوكال ديفكت، تمام. فهذا اللوكال ديفكت او الهايبر بيرفيوجن، اذا عرفت شو السبب تبعه وشلت السبب فراح تروح الانفاركشن بعكس الترانسميورال. هلا شو هم البريدسبوزد كونديشن اللي ممكن يعملوا لي انفاركشن على السريع نحكيهم؟ يا اما ثرومبوسيس بالارتري او امبوليزم، الثرومبوسيس يا اما اثيروسكليروسيس يا اما انفلاميشن يا اما انيوريزم. وانيوريزم يعني انه يكون في عندك بالون زي بالون وجواته بلود، يعني بالون filled with the blood وموجود داخل هذا الارتري. او في حالة الامبوليزم اللي هي اما بيكون السبب vegetations اذا كانت الامبوليزم موجودة في الكاردياك فالف، او ممكن يكون الامبوليزم في الاتريام فبيع atrial fibrillation، او ممكن يكون بالventricles myocardial infarction. اما بالنسبة للvenous thrombosis وهي least يعني less frequent than the arterial embolism and thrombosis، اللي هنا يكسر في عندي hypercoagulation. الهايبر كوغيوليشن ستيت احنا بنعرف انه الكوغيوليشن في الجسم عم بنمنع انه يصير بوجود الانتي ثرومبين 3، فاذا صار في عندي ديفيشنسي بالانتي ثرومبين 3 رح يصير في عندي هايبر كوغيوليشن. او اذا كانت الوحده عم تاخذ اورال كونتراسبتيف، او في حاله السبسيس، او في حاله التروما والسيروسيس. عندنا predisposed conditions اللي هي non-occlusive ischemia. non-occlusive ischemia إنه ما في عندي occlusion هون ولكن في المقابل عندي narrowing. هذا narrowing ممكن يصير بسبب ال contraceptive drugs، وال contraceptive drugs اللي هم digitalis والvasopressin والpropranolol هو beta blockers، أو ممكن يكون سبب dehydration أو shock. أما بالنسبة للأسباب الأخرى اللي هو structural volvulus والهيرنيه، هدول كلهم رح نحكي عنهم فيما بعد ان شاء الله بالفيديو. طيب هلا بالنسبه للجروس ابييرنس بالنسبه لهذا الديزيز، انه الترانسميورال انتستينال انفاركشن اهم شيء تعرف فيها انه في عندي ريد هيموريج. ليش ريد هيموريج مش وايت مثلا؟ هلا الهيموريج ممكن يكون ريد اور وايت. ريد في حاله اذا كان في عندي انستوموسيس في هاي الاريا، بحيث انه يصير في عندي ريفلو للبلود تو ذيس دامج اريا after period of time. And this occur in the intestine, in the liver, in the lung, but unlike the heart, kidney, spleen, الهيموريج اللي هناك بيكون وايت لأنه ما في عندي ريفلو للبلد، تمام. وتاني شي نعرف زي ما حكينا، هي بتبلش بالميوكوزا من الانر موست، وبعدين بتصير تعمل extend outward للسب ميوكوزا وللسيروزا، تمام. أما في حالة إذا كان الفيجلز المتأثر artery، فرح يكون well demarcated وراح أشوف إنه هاي المنطقة موضح إنه فيها موضح إنه في إنه فيها infarction، بينما إذا كانت vein على العكس تماما رح تكون less distinct. وهي الصورة بتوضح لنا infarct small bowel لل superior mesenteric artery. الترانسميورال انفاركشن، اي انفاركشن ممكن يصاحبه نيكروسيس، وهذا النيكروسيس اذا احنا تاخرنا على البيشنت ل 24 ساعه رح يموت البيشنت من بيرفوريشن. بالنسبه للميورال والميوكوزال انفاركشن، حكينا احنا بالميوكوزا والسب ميوكوزا، سو رح يكون انتر سبريد، يعني ما في ويل ديماركيتد مارجنز ابدا، ونفس الشيء ما حتكون فيزيبل. ليه ما حتكون فيزيبل؟ لانه الانر لايرز هي المتاثره، يعني هي الميوكوزا والسب ميوكوزا اللي هي موجوده جوا، بينما السيروزا والماسكولار سبروبريا الموجوده على السطح الخارجي ما صار فيها شيء. اذا انا ما بشوف وما مش ممكن اني الاحظ وجود هاي الانفاركشن. طيب هدول الانفاركشن ممكن ينتهوا ب inflammation. ليه ممكن ينتهوا ب inflammation؟ احنا حكينا obstruction is predisposed to infection. انا عندي obstruction او عندي infarction، عفوا عندي infarction هذا صار بسبب thrombosis بسبب embolism فعمل obstruction. هذا obstruction predisposed the infection، يعني اجت عندنا بكتيريا اسمها الكلوستريديوم، وهاي البكتيريا عملت لنا زيدوممبرين موجود على سطح الميوكوزا، وصار في عنا inflammation because او secondary لمين لهذا الانفاركشن. ممكن الفاسكولار انسفيشنسي تضلها فترة زمنية طويلة، فممكن اني اخربط بينها وبين الانفلاماتوري باول ديزيز، تمام، تشبهها كتير. هلا هذا المرض الانفاركشن عادة بيصير بالالدرلي بيبول، وبيكون very bad prognosis في حالة الترانسميورال، بيعمل اللي abdominal pain وبيكون الابدومين بتكون rigid،
وبيصاحبه بلادي دياريا لأنه أنا عندي هيموراج، فأكيد رح يكون في عندي بلادي دياريا. ممكن يوصل الموضوع للشوك في حالة يعني advanced case، وهذا الشوك نتيجة البليدينج أو severe bleeding اللي عم بيصير. هذا عشان يبين لك إنه الميوكوزا الانفاكشن هون فقط في طبقة الميوكوزا والباقي intact. بالنسبة للبروغنوسيس حكينا ترانسميورال فيري باد بروغنوسيس، لأنه 90% من الحالات حيعمل لي death بسبب البرفوريشن، ماشي. أما بالنسبة للميورال والميوكوزا الإسكيميا فهي itself مش فاتل أبدا، الكوز تبعها إذا عرفته بالتالي أنا إذا عرفته وعالجته بالتالي أنا بتخلص من الإنفاركشن أو بتخلص من الإسكيميا، ماشي. متى بيزيد خطورتها؟ إذا كان سبب الهايبوبرفيوجن أكيوت، تمام، يعني مثلا زي كاردياك فيلر أو شوك هو اللي كانوا السبب يعني إنه يعملوا لي هاي الإسكيميا، في هاي الحالة ممكن إني أنا أخاف منهم وأحسب لهم حساب يعني كبير. طيب هلا الأنجيو ديسبلايزيا إيش معناتها؟ لما نحكي أنجيو يعني عم نحكي عن blood vessels، ولما نحكي ديسبلايزيا يعني عم نحكي عن male أو abnormal، تمام. فأنا عندي abnormality بالformation تبع الميوكوزال والسب ميوكوزال كابيلاري بيدز أو blood vessels بشكل عام، أوكي. هذا الإشي بيصير وين؟ بمنطقة الرايت كولون وبالسيكم، يعني على جهة الرايت سايد، تمام، على جهة الرايت سايد بيصير في عندي ديفكت في عملية تصنيع هاي الميوكوزا والصب الميوكوزا بلود فيجلز. فأي دايليتيشن رح يصير فيها أو أي دايليتيشن إحنا بنعرف فهو قابل إنه يصير له ربتشر، وهذا الربتشر رح بعدين رح يؤدي لبليدنج، وهذا البليدنج إذا ضل لفترة زمنية طويلة جدا رح يعمل لي بالنهاية أنيميا، وهذا المرض مسؤول عن 20% من lower intestinal bleeding. ممكن هذا المرض انه يصير لحاله يعني ما بيصاحبه مرض تاني، ممكن يكون جزء من systemic disorders اللي هو انا بسميه HHT، يعني hereditary hemorrhagic telangiectasia او OCLR او OWR اللي هو OCLR Upper Endo syndrome، تمام. هلا بالنسبه للهيمورويدز، الهيمورويدز معناها البواسير وكثير بنسمع عنه وفيري كومون. هلا الهيمورويدز شو معناه؟ انه يكون في عندي سوالون للفينز، ماشي، الفينز الموجودين بمنطقه الانس ومنطقه اللور ريكتوم، الانس والبيري انال كان البيري انال اريا يعني باللور ريكتوم، هدول المنطقتين بيصير في عنا dilatation للفينز الموجودين venous plexus اللي فيهم، فبيصير في عنا hemorrhoids. هلأ عشان يصير الهيمورويدز لازم يكون في عنا predisposed لأنه يكون في عندي أنا الفينس بريشر عالي. ليش الفينس بريشر عالي؟ لسببين، يا إما أنا عندي chronic constipation أو في حالة pregnancy. chronic constipation ما عم بياكل fibers كتير، هذا البني آدم صار عنده chronic constipation، stools ما عم بيعمل stools، بيعمل اتجمعت فزاد البريشر فعمل dilatation لهدول الفينوس بلكسز، أو ممكن يكون السبب pregnancy and we don't know why، بس after delivery وجدوا ان الهيمورويدز بتختفي. ممكن هذا البيشنت يكون عنده هاي portal hypertension. هاي portal hypertension ليه بورتال بالتحديد مش سيستمك؟ لأن احنا بنحكي عن انتستين، والانتستين لها علاقة بالبورتال سيركوليشن، صح؟ احنا بنحكي عن بورتال هايبرتنشن، وهذا ريرلي انه يكون موجود. في عنا نوعين للهيمورويدز، ممكن يكون انترنال وممكن يكون اكسترنال. شو فرق؟ هلا الانترنال والاكسترنال بيشبهوا كتير بعض في السيمتومز، لكن الانترنال فيها more bleeding than the external، عشان هيك متعارف انه الانترنال بسموها دموية وهي بسموها هوائية او لا دموية. الانترنال هيمورويدز شو بتفرق عن الاكسترنال؟ انا في عندي اشي اسمه، مش احنا حكينا بالانا بالانس واللور ريكتوم، ففي عندي انو ريكتال لاين، هذا الانو ريكتال لاين اذا كان فوقه الديلاتيشن بسميه internal hemorrhoids، إذا كان تحته بسميه external hemorrhoids. هلا إذا كان فوقه معناته أنه في عندي منطقة الأنس وفي فوقها منطقة الركتم، فأكيد يعني منطقيا اللي بيكون محوطها هو الميوكس تبع مين؟
او الميكوزة تبعت الريكتوم، تمام، وهي نوعها ميوسين سيكريتنج. بينما لو كان تحت فاذا هاي منطقة الانس وهاي منطقة الريكتوم فوقيها، فاذا راح يكون محاط بالانال ميوكوزا وهي نوعها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، تمام. هلا بالنوعين راح يصير في عندي بليدنج، وبالنوعين انا بخاف من البليدنج لانه عم بيعمل لي ماسكينج. شو يعني ماسكينج؟ يعني انه ممكن يكون في عندي مالجننت ليجنز موجوده بهاي المنطقه، منطقه الانس، لكن بسبب البليدنج غطت عليها وما قدرت اني اشوفها. هذا الاشي سيء، لكن طالما بس في عندي بليدنج معناته بينلس، ما راح يحس فيها المريض، وخصوصا اذا كان اكسترنال هيمورويدز البليدنج بيكون اقل، واوريدي هو البليدنج بينلس بهاي المرحله، اذا ما راح يحس فيها وراح يشكي من اي شيء. لكن اذا صار في عندنا ثرومبوسز نتيجه انه الباسج اوف ستول عمل تروما وعمل ثرومبوسز بالنهايه ناروينج يعني، وبالتالي ممكن تتفاقم المشكله لسترانجوليشن. سترانجوليشن معناها شنق. شو يعني شنق؟ يعني انت عم بتقلل دايمتر لدرجه انه يعني السفنكتر عم بيصير لها تضيق بشكل كبير، فبالتالي الباسج اوف ستول رح يكون اصلا ما في باسج اوف ستول. الهيموريج اللي رح يصير من هاي المنطقة من كتر ما هي تضيقت رح يصير painful، فهو بالاول كان painless وبعدين تحول ل painful hemorrhage. شو هاي التريتمنت في هاي الحالة؟ اني بعمل هيمورويدكتومي، بتخلص من الانترنال والاكسترنال هيمورويدز. لكن نرجع بنأكد انه الاكسترنال هيمورويدز رح يضلوا عايش طول حياته without any complaint. طيب نيجي هلأ للكولونيك دايفرتيكولوسيس. الكولونيك دايفرتيكولوسيس هو عبارة عن دايفرتيكولوم. هذا الدايفرتيكولوم بيصير بالقولون. احنا حكينا انه الدايفرتيكولوم بشكل عام هو عبارة عن blind pouch communicates with the lumen of the gut. منه ترو اللي هو الميكون وشرحناه بشكل كافي، يعني ليش ترو؟ لانه بيتضمن الـ 3 layers، تمام. واما بالنسبة للأكوايرد وهو الموست كومون، لانه احنا لو اجينا للواقع في عنا 100 acquired يقابلها 1 ميكال دايفرتيكولوم. هلا هذا الاكوايرد بيكون على الاغلب فولس. شو يعني فولس؟ يعني بيتضمن الميوكوزا والسب ميوكوزا فقط. هلا في اي مكان من الجي اي تي تراكت ممكن يصير، ولكن موستلي انه يصير في القولون. وين في القولون؟ موستلي بستيغمويد قولون. اشمعنى؟ لانه هو اضعف مكان واكثر مكان ممكن يرتفع فيه البريشر، عشان هيك بالسمول انتستين مش ممكن، او مش انه مش ممكن، احتمال ضئيل يكون فيها دايفرتيكولوم، لانها الكونتنتس تبعها كلهم فلويد، وغير هيك البريشر فيها كتير قليل، تمام. هلا الكولونيك هذا الكولونيك دايفرتيكولوسيس، رح نحكي اول اشي عن النورمال اناتومي. هلا احنا بنعرف انه الماسكولارز بروبريا، حكينا في عندنا انر سيركولار ماسلز وفي عندنا الاوتر لونجيتودينال ماسلز. هدول الاوتر لونجيتودينال ماسلز مو ماشيين على طول طول الكولون، مو على طول كلياته، لا، في اماكن مو موجود فيها، عشان هيك هو not complete او not uniform، تمام، ما له شكل معين او مش كومبليتلي. يعني في اماكن تجمع فيها بنسميها البانز. هاي البانز المطلق عليها اسم تينيا كولاي، تمام. هلا هذا بالنسبه للنورمال اناتومي الماسكولاريز بروبريا. هلا كيف بيصير هذا المرض؟ هلا انا في عندي اول شيء ميوكوزا، وبعدين في عندي سب ميوكوزا، تمام، وبعدين في عندي الماسكولاريز بروبريا اللي هي الانر سيركولار والاوتر لونجيتودينال، وبعدين اخر اشي عندي السيروزا، تمام. هاي الانر موست وهاي الاوتر موست. اللي بيصير انه انا بيكون في عندي دايفرتيكولوم من الميوكوزا تطلع لاعلى، او من السب ميوكوزا بتعمل دايفرتيكولوم. لو لاحظنا انه طبقه الماسكولارز بروبريا ضلت انتاكت، ما صار فيها اشي، ضلت انتاكت،
تمام، بس هي عملت دايفرتيكولا إلها، ولا ماسكولارز بروبريا ما صار فيها إشي. هلا كيف هذا الحكي بده يصير؟ يعني عشان يصير في عنا دايفرتيكولا حكينا لازم يكون في عنا منطقة ضعيفة بالوول. طب كيف صارت الفكرة إنه أنا في عندي إشي اسمه فازا ريكتا؟ فازا ريكتا هي عبارة عن ستريت، هي عبارة عن ستريت ارتريز، الستريت ارتريز او ايش احنا بنسميهم الاند ارتريز. المهم هدول الارتريز بيحاولوا انهم يعملوا، خلينا بلون تاني احسن، بيحاولوا انهم يعملوا بينيتريشن للماسكولارز بروبريا، تمام، بيعملوا بينيتريشن الها. فمش هي الاوتر لونجيتودينال والانر سيركولر بيحاولوا انهم يوصلوا للانر سيركولر، زي كانهم هون بيعملوا يعني بيعملوا ويكنينج بالوول. فهذا الويكنينج بالوول بيساعد الميوكوزا والسب ميوكوزا انها تطلع وتعمل هذا الدايفرتيكولم، نتيجة انه هدول يعني ضعفوا هذا الوول، فساعدوا انه يصير في عنا هيرنيشن او ساعدوا انه يصير في عنا دايفرتيكولوسيس لهذا الوول. طيب هلا في اشي لازم يعني نوضح له، انه شو هم هدول الستبز، شو هم الستبز اللي بصير فيهم هذا الدايفرتيكولوسيس. لازم نعرف شغله، انه هذا المرض مستحيل انه يصير بافريقيا، شبه مستحيل. السبب لانهم بياكلوا فايبرز كتير. ليه؟ هلا الفايبرز كمية الستول بولك، يعني الفيسس ممكن انهم يطلعوا النورمال انها تكون 300 400، تمام، 300 400 جرام طبعا، فهم ممكن يطلعوا كيلو عادي باليوم. فنتيجة انه هم بياكلوا فايبرز كتير، الفيسس بتكون عندهم الستول بولك عالية جدا، فمستحيل مستحيل انه يصير البريشر يزيد عندهم بالكولون. شو السبب؟ على عكس مين؟ على عكس اللي هم الويست كونتريز اللي ما بياكلوا فايبرز بالمرة، والفيسس تبعتهم أقل من النورمال، يعني أقل من 300 ل 400 جرام. إيش اللي بيصير؟ أول إشي إنه أنا عندي لو فايبر، فبالتالي نتيجة إنه أنا ما عندي فايبر الفيسس كونتنس راح تقل below the normal. ثلاث، عشان هيك الكولون راح يحاول إنه، طبعا الفيسز عم بتقل اللي عم تطلع، يعني عم تتجمع جوا، صح؟ فبالتالي الكولون رح يعمل كونتراكشن، يزيد الكونتراكشن مشان يحاول انه يطلع، فبالتالي الكونتراكشن لما بيزيد لكن لا جدوى ما عم يطلع شيء، رح يزيد في عندي البريشر، تمام. اذا زاد البريشر شو رح يعمل لي بالنهايه؟ رح يعمل لي ديفكت في الوول، رح يضعف الوول، فرح يكون منطقه ضعيفه منها يطلع الدايفرتيكولم، تمام. اذا نعيدهم، لو فايبر، low feces contents, irregular contraction of the colon, increase the intraluminal pressure, defect in the wall. هذا كل الحكي الموجود هون. ملاحظة انه احنا حكينا انه الويست ممكن هم الناس اللي يصير عندهم، لكن بحكي لك انه اذا كانوا young احتمال مش كتير كبير، لكن اذا زاد عمرهم رح يزيد الاحتمالية ل 50%. جروسلي كيف بيكون شكله هذا الدايفرتيكولوسيس؟ هو عبارة عن اوت بوشينجز، بيكون سمول سفيريكال، مش اكتر من 1 سنتيمتر. حكينا بنرجع بنعيد انه هو most commonly diverticulum acquired يكون في الكولون، و most commonly بالسيجمويد كولون لانه اضعف مكان بالكولون. هلا ممكن يصاحب هذا الاشي نتيجة انه انا عم بعمل contraction و peristalsis، عشان انا بحاول اطلع الستول بولك، لكن هذا الاشي رح يؤدي لي، مش انه يعمل لي passage، بالمقابل رح يعمل لي muscular hypertrophy، لانه مشان احاول اني اطلع الباسج بزيد الكونتراكشن رح يعمل لي hypertrophy. هلا بالنسبة ل جروسلي انت ايش راح تشوف؟ راح اول اشي يكون without inflammation، بعدين يصير في عندي inflammation. هلا without inflammation احنا حكينا انه الميوكوزا والسب ميوكوزا فقط اللي بصيرها دايفرتيكولا، صح؟ فالميوكوزا والسب ميوكوزا راح يصير لها دايفرتيكولا، والبيروتونيوم كفرينج راح تكون موجودة intact، تمام؟ وراح تكون fat او intact peritoneal covering. هلا في حالة الانفلاماتوري تشينجز اللي راح يصير انه دايفرتيكولايتس، راح يصير يعني انفلاميشن بهاي المنطقة، او بيري دايفرتيكولايتس يعني المنطقة المحيطة فيها او اللي قبلها، او راح ينتهي الامر بيرفوريشن.
هلا هذا البيرفوريشن يعني خلص يعمل ثقب بالبيروتونيوم، راح يعمل لوكالايزد بيروتونايتس او ابسس فورميشن. لكن ركز على كلمه لوكالايزد، يعني هو دينجرس بس ليس دينجرس. عشان هيك كان في سؤال الدكتور حكى انه which one of the following is the least dangerous او اقلها خطوره، يعني اللي هو انه يصير في عندك perforation بالpeptic ulcer ولا perforation بالintestinal infarction ولا بالdiverticulosis. ليه؟ لانه بيكون localized peritonitis. اوكي، هذا البيرفوريشن بيعمل localized peritonitis فهو least dangerous between these following. تمام. هلا بحكي لك في حال لو انه الادجيسنت دايفرتيكولم كلياتها صار لها انفلاميشن، كل الدايفرتيكولار انفلاميشن، فرح تعمل ناروينج لليومن، وهذا الاشي ممكن يشبه المالجنسي الى حد كبير. بهاي الصورة بيوضح لك انه كيف انه منطقة هاي المنطقة هاي الانر موست هي منطقة الميوكوزا، وهاي المنطقة وهاي منطقة السب ميوكوزا. فمنطقة الميوكوزا ومنطقة السب ميوكوزا هاي الزهرية غام شوي هون هيك، هذا هي الانفولد. بينما هاي المنطقة هاي الفاتحة كتير هي ماسكولاريس بروبريا، ما صار فيها اشي، انتاكت زي ما هي اللي هي بتشكل هاي الجروس فيو. تمام. فلاحظنا ان الدايفرتيكولا بس بهاي المنطقة، واللونجيتيودينال ماسلز اللي هي الاوتر موست الماسكولاريس بروبريا تحيط فيها. الدليل انه هدول البانز ضلهم موجودين ما تغير الباندز. تمام. هلا الكلينيكالي اسيمتوماتيك على الاغلب، لكن شوف ممكن يكون في عندنا كرامبينج. وين احنا بنخاف من ايش؟ هلا الدايفرتيكولم مش هيك بيكون شكلها نتيجة الاوبستراكشن اللي بيصير باي بالك ستول. فهاي المنطقة اللي هون ممكن يصير فيها inflammation. تمام. اللي هي حوالين الدايفرتيكولا. هلا اذا صار فيها inflammation راح تعمل لي diverticulitis. ماشي. هلا مش هون الاشي اللي عم نحكي فيه. الاشي اللي عم نحكي فيه انه مش الموضوع هذا كله بيصير بالسيجمويد كولون، او عفوا مش الدايفرتيكولا كلياتها على بعضها بتصير بالقولون بشكل يعني اكتر اشي، وبتصير بالسيجمويد كولون يعني عم بيصير بالليفت سايد، صح؟ فرح يكون في عندي ليفت لور كوادرنت تندنس، يعني وجع رح يكون على جهة الليفت سايد، ولكنه نفس السيمتومز تبعون الابندسايتس. اللهم انه الابندسايتس هو على الرايت سايد، صح؟ والدايفرتيكولايتس على الليفت سايد، ولا هو نفس السيمتومز. الاشي اللي حكينا عن البيرفوريشن انه بيكون لوكالايزد، صح؟ الاشي اللي ممكن انه برضو يصير الفيستولا. كيف الفيستولا؟ طلع نتيجة انه انا كان عندي دايفرتيكولا، وهذا دايفرتيكولا صار في عندي كون انفلاميشن حواليه. تمام. نتيجة انه كان في عندي هون obstruction اشي سكره، فممكن هذا الانفلاميشن بالنهاية يصير له rupture ويفتح على اشي تاني. مثلا لنفترض انه هو مثلا فتح على البلدر. اذا فتح على البلدر رح يصير فينا fistula. fistula هي عبارة عن opening between two tubes، ما بين السيجمويد كولون مثلا او الكولون وما بين البلدر. فايش الاشي اللي راح نلاحظه انه صار في عندنا فيستولا، انه انت راح تشوف انه في عندي اير او ستول او فيسز موجوده باليورين. الستول او الفيسز راح تكون موجوده باليورين، هذا دليل انه فتحوا على بعض. اوكي. هلا التريتمنت هو فعليا مش تريتمنت، هو بريفنشن، انه الواحد ياكل فايبر كتير، لانه اذا اكل فايبر راح الستول بولك راح تزيد، واذا زادت الستول بولك في هاي الحاله الكونتراكشن راح يقل، إذا البرشر راح يقل، إذا ما في عنا العامل المهم عشان يصير عندي ديربتيكولوسيس اللي هو البرشر، ما مش موجود البرشر. طيب نبلش بموضوع هلا الباول اوبستراكشن.
هلا قبل ما احكي عن البول اوبستراكشن، في سؤال امتحان وحكى عنه الدكتور مهم جدا مهم بالسيرجري برضه، انه الاكيوت ابدومينال بين بيكون سببه all of the following: واحد acute appendicitis، اثنين perforated peptic ulcer، ثلاث intestinal obstruction او البول اوبستراكشن اللي رح نحكي عنه هلا، ومية ألف سبب إله، كتير إله أسباب. وأكتر أو أشهر مثال على البول أوبستركشن هو ميزنتريك أوبستركشن. تمام. أربعة أكيوت كولوسايتس، خمسة أكيوت بنكرياتيتس، ستة إن فيميل جست إن فيميل اللي هو رابتشر إكتوبيك بريجنسي. هدول الأسباب كلياتهم بصير فيهم أكيوت أبدومينال بين. في أسباب تانية هدول الموست كومن. تمام. هلأ نحكي عن البول أوبستركشن اللي هو رقم ايش حكيته، رقم 3. هلا البول اوبستراكشن في عنده اسباب كتير. قبل ما نحكي عن الاسباب، وين اكتر مكان بالبول؟ بالسمول بول. طيب ليش السمول بول؟ لانه هو the narrowest and the longest part. هلا الكوزز او الميجر كوزز اللي هي ممكن تعمل لهذا الاوبستراكشن، عندي اول شيء الهيرنيا بانواعها التنين، ادهيجنز والانتسكشن والفولفولس، وبشكله 80% على الأقل. الليست أي إشي ممكن إنه يسكر البول، ممكن تيومر، ممكن inflammatory structures اللي هو هذا inflammatory structures اللي هو الكرونز ديزيز رح نجي فيما بعد، أو ممكن يكون جولد ستونز سبب، أو ممكن يكون فيكاليثس. الفيكاليثس اللي هو عبارة عن hard fecal material، أو ممكن يكون foreign bodily especially in children، أو ممكن يكون atresias حكيناها، pans أو ميكونيوم. شو هو الميكونيوم؟ هو عبارة عن أول فيسز أو أول ستول للإنفنت، بيكون بيتكون من المواد اللي أخذها أو بلعها، يعني هو باليوترس. تمام. فهذا الفيسز الأمام المواد اللي أكلها هناك أول مرة يعني بيطلعها بنسميها ميكونيوم. فهذا الميكونيوم بيمتاز إنه هو ستيكي فيسكوس، فممكن إنه يعمل لي obstruction. اوكي. imperforated anus حكيناها. طب هلا الهيرنيا، شو يعني هيرنيا؟ هيرنيا معناها فتق. هلا الهيرنيا مشان تصير لازم يكون في عنا weakening في الوول. تمام. في عنا نوعين من الهيرنيا، في عنا internal وفي عنا external. هلا الانترنال وهو الاكثر ندره، يعني هو انه organ pushes through opening in the wall of the another organ، يعني organ مع organ يفتحوا على بعض. اما الاكسترنال هيرنيا لا، انه organ within the abdomen pushes out from the abdominal pelvic cavity، بنسميها external hernia. هذا الاشي بيحتاج كيف الدايفرتيكولم، بيحتاج لمنطقة تكون ضعيفة، wall ضعيف. نفس الشيء الهرنيا بتحتاج لهذا الاشي، منطقة الانجوينال، منطقة الفيمورال، ومنطقة الامبليكلز، ومنطقة اي سيرجيكال سكارز، هاي مناطق ضعيفة جدا في الجسم فممكن يصير فيها هرنيا، وتحديدا الانجوينال. وهذا سؤال امتحان مهم نعرف. تمام. هلا اول اشي بالنسبه للاكسترنال هرنيشن كيف بتصير؟ انا بيكون عندي بواحده من هذول المناطق اوريدي اصلا الوول كتير بيكون ضعيف او بصير له ديفكت. تمام. اللي بيصير انه جزء من الفيسرا وتحديدا السمول باول عم بيطلع او بيكون حوالينه ساك. تمام. فبيعمل اكسترنال هرنيشن، لكن هذا الهرنيشن اللي عم بيعمله تمام بيعمل زي نك. هاي النك هلا رح افرجيكم اياها بالصوره. هلا هاي النك رح تضغط كثير على البيز، على المكان اللي طلعت منه، نتيجه انها عم تضغط رح تعمل امبير للفينوس درينج، فبطل الفينز البلد بالفين انه يتحرك بسهوله، رح يؤدي الى بيرمننت ترابنج، يعني الاشياء المتجمعه جوا الساك رح تضلها محشوره للابد. تمام. فنتيجة الترابينج تبعها رح يصير في عنا إشي اسمه incarceration. incarceration يعني معناتها إنه حجز، أنت حجزت هاي الأشياء الموجودة بالساك إلى الأبد معناتها. بعد هيك ببطل في عندي blood supply بالمرة، فكأنك أنت شنقتها يعني strangulation، وهذا strangulation بالنهاية رح يعمل لي infarction gangrene. هلا هذا الإشي لازم biologic نعرفه. هاي الشكل هذا اللي عم بيحكي لك عن الفيستولا اللي حكينا عليها قبل شوي، انه انا البروكسيمال بارت بيكون دايليتد والديستال بارت بيكون ايش كولابس، نتيجه انه
البلادر هنا أو الجال بلادر فتحت على الدوادنوم عملت فيستولا اسمها كوليسيستو دوادنال فيستولا. البلادر فتحت على الدوادنوم بهاي الحالة. دائما البروكسيمال بارت اب اني اوبستراكشن بيكون دايليتد والديستال بارت بيكون كولابس. الاشي اللي بدي نوضحه هون اللي هو هذا الاكسترنال هيرنيشن. هاي النك اللي انا عم بحكي عنها اول اشي انه هاي الانجوينال ريجن اللي هي اكتر منطقة ممكن يصير فيها هيرنيشن. هاي النك رح تضلها تضغط بحيث انه الفينوس درينج رح يصير امبير، وبعد ما يصير امبير رح يصير فينا بيرمننت incarceration. يعني هدول الأشياء رح يضلهم يصير لهم trapping. يعني مستحيل أنت لو ضغطت من هون من برا، لو ضغطت من برا عليها بحيث أنك تحاول ترجعها ما رح تقدر، لأنه خلاص صار فينا incarceration، فالblood supply رح يقل ورح يصير في عندي infarction and gangrene. وهذا الإشي اللي بنشوفه بهاي الصورة، إنه صار في عندي infarction وgangrene. تمام. الحالة الثانية اللي هي الadhesions. الadhesions زي ما إحنا شايفين بهذا الشكل، اللي بيصير انه بيصير في عندي between two segments، يعني ممكن يكون small bowel مع small bowel. تمام. او الابدومين، يعني السيجمنتس الموجودة بالابدومينال وول كلياتها مع بعض، اللي بيصير انها ايش بتعمل بين بعض بريدج. هذا البريدج بيكون fibrous. ايش اهمية هذا البريدج؟ انه بيساعد انه هذا الجزء مثلا يروح يصير له ايش هيرنيشن تجاه هذا الجزء، مش هذا الفايبرس بريدج بين هذا وبين هذا، فممكن هذا كيف يعمل انترنال هيرنيشن ويندفع لهون، يندفع تجاه هذا البريدج فبيعمل انترنال هيرنيشن. تمام. هذا بالنسبة ايش للادهيجنز. هلا بالنسبة للانتستال سكشن زي ما احنا شايفين بهاي الصورة، اللي بيصير انه between small bowel مع small bowel او large bowel مع small bowel، انه البروكسيمال بورت عم بيدخل بالديستال بورت. كيف انت بتجيب مثلا كاسه بتحطها جوا كاسه بصير في تداخل. هون الجزء العلوي او البروكسيمال بورت بحاول انه يندفع جوا الديستال بورت فبيدخل جواته. تمام. فبصير في عندي زي تداخل احنا بنسميه بروكسيمال انسايد ذا ديستال. هلا هذا الانترسكشن اذا صار بالاطفال على الاغلب ما في كوز واضح، لكن إذا صار بأدلتس معناته لازم ندور على سبب، لأنه إله سبب. يا إما بيكون تيومرز، وعلى الأغلب هذا التيومرز بيكون إكتوبيك بنكرياتيك كانسرز، ماشي، أو ممكن يكون في حالة أخرى الليمفويد هايبربلاجيا. والليمفويد هايبربلاجيا أحسن وأحسن إنها تكون هي السبب، ليه؟ لأنها رح تعطيني ساينز وسيمتومز. بينما لو كانت مثلا كانسرز أو تيومرز ممكن ما يعطيني ساينز وسيمتومز، ممكن أغفل إنه يكون هو هذا السبب اللي عمل لي انتستكشن بهذا الأدلت. زي ما كانت الإكسترنال هيرنيشن ممكن تؤدي لغانجرين وإنفاركشن، برضو الانتستكشن ما بتوقف إنها بس تعمل لي أوبستركشن، ممكن أيضا تعمل لي إنفاركشن. تمام. أما بالنسبة لآخر واحدة اللي هي الفولفولوس. الفولفولوس معناها اللي هو الالتفاف، يعني التويستينج. هذا التويستينج ممكن إنه أي إشي أي لوب في البول سواء لارج أو سمول، أو حتى ممكن الأوفري كمان، أي ستركتشر إيش ممكن يعمل؟ يعمل له تويستينج أو يعمل تويستينج أو يعمل فولفولوس حوالين أرتري حوالين فين فيسكره. فممكن الأوفري مثلا تلف حوالين الأوفيريان أرتري وتسكره، تعمل له أوكلوجن، حتى بسموها torsion rotation of the ovary، بتلف حوالين الأوفيريان أرتري وبتسكره. ممكن برضو كمان small intestine تلف حوالين الميزنتريك وتسكره، ومش بس تسكره كمان ممكن تعمل disruption of blood supply وبالنهاية تؤدي لإنفاكشن زي ما عملت الانتسكشن وغيرها. أوكي. فعلى الأغلب هو يعني على الأغلب ممكن يكون فينوس أو أرتري، والأرتري حكينا مثال عليه الأوفري، والفينوس أو الأرتري برضو كمان حكينا عليه مثال اللي هو السمول انتستين. والسمول انتستين مور كومون إنها يصير فيها الأوبستركشن إحنا بشكل عام، وحكينا لس كومون إنه يصير باللارج بول يعني الكولون وغيره. تمام. نشوف صور. هاي مثلا بتحكي لك عن
الجانجرين حكينا عنها وشفناها. هي عم تحكي عن الانتستسكشن، حكينا بين سمول وسمول او بين سمول باول لارج باول. هلا مثلا هذا الابندكس، السيكم، الاسندنج كولون، هذا اللارج باول صح. هلا هذا الايليوم او تيرمينال ايليوم، هذا اللي هو السمول باول. فهون صار الانتستسكشن ما بين لارج وسمول باول صح، صار بيناتهم تداخل، دخلوا في بعض. طيب هلا الفولفولس برضو حكينا عنها، هاي الصورة بتوضح لنا الفولفولس اللي صار ب ب السمول انتستن، وحتى التويستنج الالتفاف تبعها 180 درجة أو أكثر، وممكن يوصل ل 360 درجة. أوكي نيجي لآخر موضوع بهذا الليكشرز اللي هو الميل أبسوربشن سيندروم. لما نحكي ميل يعني أب نورمال، ولما نحكي أبسوربشن ولما نحكي absorption يعني إنه صار في عنا defect in absorption. تمام؟ هلأ هذا defect in absorption ممكن يصير لأي إشي إحنا عم ناكله، اللي hallmark manifestation رح نشوف إنه صار في عنا chronic diarrhea، لأنه إشي أنت ما عم بيتم هضمه رح يطلع لبرا الجسم، رح يلحقه دائما أي إشي contents عم بيلحقه مين؟ الwater. ف loss of undigested nutrition رح followed by loss of water، فرح يصير في عندي chronic diarrhea. وأكتر إشي ممكن إحنا نخسره اللي هو الفاتس. ليش الفاتس بالتحديد بنسموها ستيتيوريا؟ ليش الفاتس؟ لأنه الفاتس difficult in absorption, difficult in digestion. تمام؟ هلأ هذا الميل absorption إله causes كتير، لكن في عنا 3 causes مهمين وهم سؤال امتحان برضو، إنه ممكن يكون pancreatic insufficiency, celiac disease او Crohn's disease. هدول الثلاث اسباب انا بسميهم PCC. PCC يعني pancreatic insufficiency, celiac disease and Crohn's disease. هلا عشان اعرف كيف رح يصير الميل absorption لازم افهم الابزوربشن بشكل عام كيف بيصير. هلا اول شيء انت بتاكل الاكل، بتم هضمه بالسلايفا بالاورال كافيتي صح، بعدين بيروح على الستومك عن طريق الجاستريك اسيكريشن، برضه بيصير في عنا ديجستشن. بعد هيك وين بيروح؟ على السمول انتستين عن طريق السمول انتستين سيكريشن، وبالاضافه بمساعده البنكرياس بيعطيني كم انزيم لايبيزز وهي اشياء، وبمساعده الباي اللي عم بيجي من الليفر عشان يعمل لي ميكسينج ويعمل لي ايمولسيف اكشن، الكونتنتس ببعضها يخلطها وتكمل عمليه الديجستشن. تمام؟ فاللي بيصير انه اذا صار في عندي انا ديفكت باي خطوه من هدول الاشياء رح يصير في عندي ديفكت بهذا الدايجستشن. اما مرحله الابزوربشن انه انا الووتر والالكترولايتس والسم فاتس مشان يصير لها ابزوربشن، وخصوصا احنا عم نركز على الفاتس لانها صعبه جدا في الابزوربشن، انها لازم تتحول هاي الفاتي اسيدز لترايجليسرايد وكوليسترول. مش بس هيك، مش بس انه الـ يعني الفاتي اسيدز او هذا الكوليسترول تتحول الى ترايجليسرايد وكوليسترول، لازم ترتبط مع شيء اسمه ابروتين بي. شو هو ابروتين بي؟ هو عباره عن ترانسفير بروتين، لان هاي ليبتسوليا بالماتيريال ما بتمشي لحالها بالبلد، لازم ترتبط مع ايش؟ مع ابروتين بي، يعني مع ناقل. هلا هذا الناقل بس يرتبط معها بصير اسمهم كلهم على بعض كايلومايكرونز. الكايلومايكرونز لازم يتكون عشان يصير في عندي امتصاص للفات. تمام؟ هلا بعد ما يتكون المفروض انه يصير له ديليفري. وين هذا الديليفري؟ لازم يروح على الليمفاتكس. طب سؤال، ليش لازم يروح على الليمفاتكس؟ ليش ما يروح دايركت للبلد؟ لانه حجمه كبير، حجمه ما بيسمح انه يروح دايركت للبلد، فلازم يروح للليمفاتك بعدين يروح للبلد. هلا بدنا نشوف شو هي الاسباب اللي ممكن انها تاثر على الابزوربشن. في حاله الدايجستشن انا بيهمني بالدايجستشن سلايفا والسيكريشن انزيم وبايل. فاذا صار في عندي خلل مثلا في الانزيمز شو راح يكون السبب؟ السبب راح يكون يا اما بنكرياتيك انسفيشنسي او زولنجينال سيندروم. البنكرياتيك انسفيشنسي يعني ما في عندي انزيم سبب لخلل موجود بالبنكرياس، اما بنكرياتيتس او فايبروسيس. هلا زولنجر إلسون سيندروم اخذناها بالاندوكراين سيستم، معناتها انه انا عندي جاستريك اسيد سيكريشن بشكل كبير صح. هلا الجاستريك اسيد سيكريشن اذا زاد رح يعمل ان اكتيفيشن للانزيمز الموجودين بالبنكرياس اللي هم الواي بيسز وهي الاشياء، فرح برضو يصير في عندي مشكله بالدايجستشن.
طيب المشكلة الثانية تكون بالبايل مو بالإنزيم، بالبايل. إذا كانت بالبايل يا إما ما عندي بايل أصلاً بيكون مشكلة بالليفر، يا إما البايل موجود بس مش عم بيوصل بسبب obstruction، أو إنه وصل بس مش عم بيصير له أبتيك. إذا يا إما مش موجود يا إما مش عم بيوصل، أو إنه وصل ومش عم بيصير له أبتيك. أو المشكلة ممكن تكون بسبب البكتيريا، أو ممكن تكون resection، أو ممكن تكون gastrectomy اللي قللت اللي الأبزوربشن. هاي المشكلة الدايجستشن عفوا. أما بالنسبة للأبزوربشن ممكن تكون برايمر اللي بالميوكوز السبب هي، أو ممكن يكون نتيجة إنه قلت surface area. يعني عشان أعمل absorption من رحمة ربنا يعني فينا إنه السيرفس أريا بتزيد أثناء عملية الأبزوربشن بوجود الفيلاي وهاي الأشياء بتزيد السيرفس أريا. فإما المشكلة بتكون الميوكوزا نفسها مش منيحة، أو إنه قلت السيرفس أريا بسبب بأسباب كتير ومنها الإنفكشن وإلى آخره. طيب هلا البرايمري ميوكوزا الأبنورماليتيز رح نحكي عن اللاكتوز انتولرنس لها علاقة بالدايسكرايدز، ورح بالإضافة للبكتيريا الأوفر جروث رح نحكي برضو عنها. أو ممكن المشكلة تكون مش بالدايجستشن أو التيرمينال دايجستشن، ممكن تكون بالنقل أثناء انتقال الكونتنتس اللي هو أبيتا لايبوبروتينيميا، برضو رح نجيها. قلت السيرفس أريا عن طريق سيلياك ديزيز والكرونز ديزيز، هدول من أهم الأشياء اللي بتعمل لي ميل أبزوربشن، تمام. أو ممكن يكون شورت جات سيندروم. الإنفكشن أنا إنفكشن رح نركز على التروبيكال، ورح نركز على الوابل ديزيز. أما بالنسبة للليمفاتيك أوبستراكشن فهي بشكل رئيسي بتأثر على النيوتريشن ديليفري، لأنه أنا لازم أودي الكايلومايكرونز حكينا لوين للليمفاتيكس. فإما بيكون مشكلة بالليمف إنه عشان هيك ما بنوصله أو ما بوصل الليمف، لمشكلة بالليمف ليمفوما أو تي بي أو تيوبركلوس ليمفندايتس رح نجيهم. أول إشي بالنسبة للإنتراليومينال دايجستشن، المشكلة بتكون إنه أنا عندي بنكرياتيك إنسفيشنسي، حكينا لايبيز مش موجود، هذا اللايبيز ما بيكون موجود يا إما الواحد عم بياخد كحول بشكل كبير، أو عنده كرونز ديزيز اللي هو واحد من أمراض الإنفلاماتوري، رح نحكي عنه بالتفصيل بعدين إن شاء الله. هدول التنين هدول ممكن يعملوا بنكرياتيك انسفيشنسي، يقلل اللايبيز، فبالتالي رح يبطل في عندي دايجستشن. او ممكن السبب الثاني حكينا اللي هو البايلي ما يكون موجود، فرح يؤدي بالنهايه لايش؟ الستاتيوريا. حكينا انه اكسسيف فاتس ان ذا ستول، تمام. هذا بالنسبه للانتراليومينال دايجستشن. والستاتيوريا بالمناسبه هي نوع انواع او هي تحت او تندرج ضمن الاوزموتيك دياريا. الاوزموتيك دياريا انه انا بخسر اندايجست نيوتريشن، وحكينا اي نيوتريشن اي كونتنتس عم بخسرها فولود باي لوس اوف ووتر، هاي فيسيولوجيا يعني. طيب اما بالنسبه للديفكتس ان ميوكوزال ابزوربشن، انه اللاكتوز انتولرنس ايش معناتها؟ هلا اللاكتوز انتولرنس انه بنعرف انه اللاكتونز هو عبارة عن دايساكرايدز، وهذا الدايساكرايدز يعني موجود بشكل رئيسي بالملك. على عشان يصير له absorption لازم يصير له تكسير عشان يتحول لمونوساكرايدز عن طريق اللاكتيز انزيم، وهذا اللاكتيز انزيم اذا موجود بالبرش بوردن of the enterocytes، تمام. اذا ما كان موجود هذا اللاكتيز رح يتجمع اللاكتوز في البلود، واذا تجمع اللاكتوز وما تخلصنا منه رح يؤدي لنمو البكتيريا، أو هاي البكتيريا رح تنمو عليه ورح تزيد لي إفراز الهيدروجين، أو الهيدروجين ليفل رح يزيد. مشان هيك عشان يجوا يفحصوا إنه هذا بني آدم عنده لاكتوز انتولرنس ولا لا، بيحكوا له لا تأكل قبل بيوم، بعدين بعد بيوم بيجي عليهم بيخلوه ينفخ ببالون لايك باك، بينفخ فيها بيحسبوا الليفل تبع الهيدروجين، وبعدين شو بيعملوا؟ بيعطوه لاكتوز سوليوشن. إذا كان عنده انتولرنس شو اللي رح يصير؟ انه بعد ما ياخد هذا السوليوشن كل 15 دقيقة بضلهم يفحصوا، بيخلوه ينفخ مرة تانية بالبالون وبيشوفوا الليفل تبع الهيدروجين. اذا زاد بتكون اوريدي عنده البكتيريا اتكونت على اللاكتوز اللي تجمع، فاذا هو عنده انتولرنس. ما زاد الليفل على الطبيعي اذا ما عنده انتولرنس. ممكن يكون السبب انهيرتد، في هاي الحالة رح يظهر على الفيتس بشكل كبير بانه يعمل ميلك انتولرنس. هذا الميلك انتولرنس بنشوف البيبي كل ما بياخد حليب بيصير معه دياريا، وما رح ينمو، بنيته ما رح تكون سليمة، لأنه الملك ضروري مهم جدا في هاي المرحلة لأنه يعمل
يعني بلدنج له، فراح يصير في insufficient weight gain أو failure to thrive. أما الأكوايرد خصوصا بالبلاك بيبول بتكون هاي الأكوايرد برضو كمان هدول الناس لازم يتجنبوا إنهم يأكلوا أو يشربوا الملك بسبب احتوائه على اللاكتوز. في الحالتين الميوكوزا بتكون نورمال. اما الديفيشنسي اللي بتصير في الابو لايبوبروتين بي الابيتا لايبوبروتينيميا، وهو عباره عن ناقل لازم يرتبط حكينا بالترايجليسرايد مع الكوليسترول مشان يتحولوا لوين؟ لكالومايكرونز. فاللي بيصير انه اذا صار فينا ديفكت في هذا الناقل يعني راح اخسر البي 48 وراح اخسر البي 100، ابو لايبوبروتين 100 وابو لايبوبروتين 48. 100 راح يقلل تصنيع ال VLDL، اما الابو لايبوبروتين بي فهو راح يقلل تصنيع الكايلومايكرونز اللي هو انا بهمني في هاي الحاله. ما راح يكون في عندي كايلومايكرونز، ما حيصير في عندي امتصاص للليبيدز، اذا راح تتجمع الليبيدز ويصير في عندي انكلوجن يعني ليبيد انكلوجن في هاي الحاله. وستاتيوريا اكيد راح تظهر بشكل كبير، ما راح يصير في عندي امتصاص للفات. تمام، نيجي لهلا لمرض اسمه سيلياك ديزيز او بسموه جلوتين سنسيتيف انتيروباثي. شو فكره هذا الديزيز؟ هو عباره عن اميون ميدييتد ديزيز، نتيجه انك انت عم تاكل حنطه، بتاكل شعير، بتاكل اي شيء فيه جلوتين. بالتحديد انا مو الجلوتين اللي بدي اياها، بدي شيء اسمه جلايدين. جلايدين هو احد مكونات الجلوتين، هو insoluble protein. هذا الجلايدين عنده من ميزاته انه بيحفز او بيحفز الاميون اكتيفيتي. كيف بيحفزها؟ انه بيصير له برزنتيشن على الانتيجين بريزنتنج سيلز وعلى ام اتش سي كومبلكس تايب 2. انتيجين، خلينا نكتبهم، انتيجين بريزنتنج سيل والام اتش سي كومبلكس تايب 2. واحنا حكينا او مش يعني حسب ما اخذنا بالاميونولوجي انه اي اشي بيصير له بريزنتيشن على هدول الاشياء معناته الجسم بيفكر انه فورين بادز، فرح يكون له تي لينفوسايت وبي لينفوسايت. صح، تي لينفوسايت بشكل رئيسي راح تتكون اللي هي تي هيلبر سي دي 8 والسي دي 4، وخصوصا السي دي 8 اللي احنا بنخاف منها راح تعمل لي شو؟ ابيثيليال دامج، فرح تدمر الابيثيليوم وراح اخسر منها الفيلاي اللي بتكون عليها. لانه السيلياك ديزيز هذا المرض اللي عم نحكي عنه بيصير بمنطقة الدوادنم، فبدل ما هو الابيثيليوم هيك وعليه بيكون هيك، بيكون عليه هيك فيلاي ماشي، نتيجة انه انا صار في عندي اميون ريسبونس بتروح كل هاي الفيلاي، يعني بصير بس هيك عندي ابيثيليوم من دون فيلاي عليه، فرح تقل السيرفس اريا. تمام، وراح يبطل يعني الابزوربشن راح يقل بشكل كبير. هذا الاشي بنشوفه اكتر اشي باليو اس وفيري كومن. في اشي ما حكينا انه هذا الديزيز ممكن يكون له علاقة بالجينيتك ميوتيشن، اللي هو انه يكون له علاقة بالاتش ال اي دي كيو 8 واتش ال اي دي كيو 2. هذا الاشي حكيناه، ممكن يأثر طبعا هذا المرض على اي ايج بغض النظر شو كان العمر. وجدوا او عملوا اشي اسمه challenge test. للchallenge test ايش كان؟ انه ايش يعملوا؟ حكوا لهذا البني ادم انه لا تاكل لا حنطة ولا شعير ولا اي اشي، فلاحظوا انه الديسوردرز اختفت وقلت بشكل كبير. حكوا له ارجع كل من هذا من هاي الاشياء، فشافوا انه الديسوردرز رجع، فاكتشفوا انه هذا الجلوتين هو السبب اللي عمل الاميون ريسبونس. الاشي السيء في هذا المرض انه ممكن يزيد احتمالية الاصابة بثري كانسرز بشكل الى الضعف، يعني لا يا اما بريست او جي اي، وبالتحديد الليمفوما. الليمفوما او بسموها مش ليمفوما، بسموها بشكل ادق بسموها انتيروباثي اسوشييتد تي ليمفوسايت. انتيروباثي اسوشييتد تي ليمفوسايت لانه هو تي ليمفوسايت immune activity اللي بيصير. هلا اكتر اشي هدول السيلياك ديزيز بصير في عندهم درماتيتس هيربيتوفورمس. شو يعني درماتيتس هيربيتوفورمس؟ طلع هلا بمنطقة الابيديرمس ومنطقة الديرمس بتكون هيك، هاي الابيديرمس وهاي الديرمس.
هلا ما انت قد تديرمس بتكون على شكل بابيلاي. هلا هدول البابيلاي مش انا بيكون في عندي اميون ريسبونس تي لينفوسايت بي لينفوسايت كله، بس من هدول الاميون اكتيفيتي انه بيتكون عندي اشي اسمه اي جي اي. اي جي اي هدول الاي جي اي وين ما شاء الله بيعجبهم المكان انهم يقعدوا على البابيلاي، البابيلاي اللي هون والبابيلاي اللي هون والبابيلاي اللي هون، يعني على على راسها هيك بيقعدوا. هاي البابيلاي اللي هي connections between the epidermis and the dermis، فإذا هي قعدت هون بطل في connection بين الإبيدرمس وبين الديرمس، فالconnection راح نتيجة إنه صار في عندنا deposition الـ IgA. فنتيجة لذلك شو عملت لي؟ عملت لي زي plasters، عملت لي هيك زي plasters. هدول الـ plasters اللي طلعوا من منطقة الديرمس بيشبهوا الهربس، عشان هيك سموها هيربيتوفورمس، تمام؟ هلا هدول الاشخاص، عشان هيك الاشخاص اللي عندهم سيلياك ديزيز بيكون عندهم اي جي اي ديفيشنسي، لانه عندهم اي جي اي ديبوزيشن على البابيلاي بيخسروها، بصيرها ديبوزيشن، عشان هيك بصير في عندهم اي جي اي ديفيشنسي. هاي واحدة من التفسيرات يعني. طيب اما التروبيكال سبرو فهي نفس السيمتومز تبعون السيلياك ديزيز، اللهم انها بتصير ببعض من الاختلافات ونركز عليها. اول اشي بتصير انه اذا راحوا على تروبكس، تاني اشي بتصير بريدسبوز او سوبر لانفكشن، يعني اذا صار في عنده انفكشن بصير في عنده تروبيكال سبرو. وثالث شغلة انه اذا انا اعطيت انتيبيوتيك رح يتحسن هذا البني ادم. ورابع شغلة انها ممكن تكون نورمال لسيفير انترايتس، يعني ممكن تكون نورمال ممكن تكون اب نورمال. وخامس شغلة وهي الأخيرة والمفارقة بينهم إن هي بتصير بالجوجنوم والإيليوم. بينما لو رحنا على السيلياك ديزيز ما إلها علاقة بالتروبكس، ما إلها علاقة بالإنفكشن، لو أعطت أنتيبيوتيك ما إلها علاقة، دائما بتكون أب نورمال وموست لايك إنها بتكون بالدوادنم. تروبيكال موست لايك إنها تكون بالجوجنوم والإيليوم، والجوجنوم هو مكان امتصاص من الفوليك أسيد، فهذا عنده دمج في الجوجنوم رح يكون عنده فوليك أسيد ديفيشنسي. الإيليوم رح يصير فيه دمج برضو هون، بالتالي رح يصير فيه عنا مين رح يتأثر امتصاص الفيتامين B12، فرح يصير فيه عنده فيتامين B12 ديفيشنسي. فهاي بعض الاختلافات المهمة. أما الوابل ديزيز، الوابل ديزيز وهو عبارة عن سيستميك انفكشن. هذا سيستميك انفكشن بيصير بثلاث مناطق اللي هم الانتستين والسي ان اس والجوينت. هلا اللي بيصير هون انه بيكون في عندي اورجانيزمز اسمه تريفيرما وبيلاي، بتيجي الماكروفيجز عشان تتخلص منها بتحاول انها تدمرها، لكن للاسف انها ما بتقدر تدمرها، بصير في عندي بارشل ديستروي لهاي الوبيلاي. فايش اللي بيصير؟ انه بتصير هاي الاورجانيزم جوا الماكروفيجز مش متدمره بشكل كامل، فبصير في عندي فومي لايك ماكروفيج او فومي ماكروفيج، يعني ماكروفيج وجواتها هاي الاورجانيزم، تمام؟ فمشان هيك لما بعمل الباس تيست بشوف انه بوزيتيف، بوزيتيف انه بيكون في عندي ماكروفيج وجواتها هاي الوابيلاي، تمام؟ الاشي المنيح بهذا المرض انه انا اذا اعطيت انتيبايوتيك رح يصير الريسبونس بشكل منيح ويتحسن المريض، لكن الاشي السيء انه ممكن يكون في عندي ريلابسز لهذا المرض. نيجي هلا بالنهايه لل شو هي الكلينيكال مانيفيستاشن. الهول مارك حكينا اللي هي السيتويوريا، انه انا عندي فاتس كتير في اليورين ونتيجه وجود الفاتس، لانه هو حكينا اصعب إشي في الهضم وفي الامتصاص، فرح يكون في عندي يلو جرين ستول، رح تكون باد سميل، رح تكون ستيكي، رح تكون فيسكس، فرح يصاحبها ايضا ويت لوس، رح يخسر المريض وزنه بشكل كبير، وهذا الاشي رح نلاحظه في اكتر شيء على البيبي، تمام؟ هلا بالنسبة للكونسيكونس التاني، بما انه هو سيستميك ديسوردرز، يعني مثلا زي الوبل ديزيز مثلا، اذا سيستمز تاني رح تتأثر. حكينا نحكي عن ميل ابزوربشن، يعني في كتير اشياء ما رح يتم امتصاصها، صح؟ هلا في حالة الأنيميا، ليش بيصير عندي أنيميا؟ لأنه أنا ما عندي فيتامين B12 absorption لأنه الدمج صار بالإيليوم، ما عندي فوليك أسيد absorption لأنه الدمج صار بالجوجنوم، راح يصير في عندي أنيميا. البليدنج لأنه أنا ما عندي فيتامين K absorption فراح يعمل لي بليدنج. نيجي على المسكولوسكيليتلز، ما في عندي كالسيوم إذا راح يصير في عندي تيتاني،
تمام. هلا بالاندوكراين سيستم ما عندي كالسيوم، ما عندي ميل نوتريشن، فراح يصير في عندي امنوريا، امبوتنس، انفلتريتي. هلا بالاندوكراين سيستم ليه عم بيصير في عندي هايبر باراثايرويدزم؟ يعني شو السبب؟ هلا مش انا في عندي الكالسيوم ليفل قليل جدا، واحنا حكينا الكالسيوم يعني مستواه في الجسم كتير كتير حساس. اذا قل مستوى الكالسيوم دغري راح يصير في عندي هايبر باراثايرويدزم ككومبنسيتوري، اللي هو فيدباك ميكانيزم. اما بالنسبه للسكن، نتيجه ان انا ما عندي فيتامين كي ابزوربشن، يعني عندي ديفيشنسي، فعندي بليدنج. هذا البليدنج راح يظهر على جلدك على شكل ايش؟ رود، او على شكل ريد سبوتس. هدول الريد سبوتس ممكن يكونوا صغار بنسميهم بيتيكيا، ممكن يكونوا كبار شوي ممكن بنسميهم بروبورا. لما تضغط عليهم ما راح يرجعوا للون الطبيعي، راح يضلوا ريد، ما راح يصيروا وايت. تعرف انهم هدول من بليدنج جايين. درماتيتس حكينا شو هو، هايبر كيراتوسيس، انه الكيراتين لاير الموجوده على طبقه الابيديرمس بتزيد بسبب الفيتامين اي ديفيشنسي، بيزيد طبقه الكيراتين. اما اخر شيء بالنسبه للنيرفس سيستم، راح يصير في عندي بيريفيرال نيوروباثي، برضه فيتامين اي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي. هلا شو يعني بيريفيرال نيوروباثي؟ يعني راح يصير في عندي مشاكل بالسنسيشن، بالموفمنت، اتسترا. وانا بعرف اني طولت عليكم شويه يعني، بس لانه الموضوع كتير كبير وحاولت اشرح يعني قد ما اقدر. فان شاء الله بتكونوا انكم استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.